وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا قول الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. تقدم معنا أن حنة بلغ بها الكبر، ولما رأت عصفورا أو طيرا يلقم أفراخه تحرك في نفسها حب الولد، فسألت الله عز وجل إن أكرمها بولد لتجعلنه إلى بيت المقدس خادما يخدم بيت الله تعالى. نذرته لبيت الله ولم تنذره لنفسها، يعني طلبت الولد لله ولم تطلب الولد لنفسها. وهذا تعليم من القرآن لكل أم أنها إذا حملت أو طلبت الولد أن يكون هدفها أن يكون الولد لله، عاملا لدين الله، حافظا لكتاب الله، عاملا بشرع الله. فسألت الله هذا السؤال وحررته من خدمتها وخدمة أبيه إلى بيت الله، ثم قالت: إنك أنت السميع العليم. بعد أن قدمت النذر قالت: اللهم إنك أنت السميع، يعني لدعائي، السميع لدعائي ولسؤالي، العليم بما أضمرته بنفسي من هذا النذر. وإذا أضمرت لك ولدي تقربا إليك فاقبل دعائي وأكرمني بهذا الولد. وبعد أن دعت هذا الدعاء وقد بلغت من الكبر عتية، أتتها العادة في ذلك اليوم، والعادة الشهرية بالنسبة للمرأة هي البشارة بأن المرأة تستطيع الحمل والولادة، وإن كان الحمل بعد سن 35 خطر على الأم. الحمل قبل 17 سنة خطر على الولد، والحمل بعد 35 خطر على الأم. وأفضل أنواع الحمل ما كان من سن 19-20 إلى 35، هذا هي مدة أفضل أنواع مدة الحمل. فحاضت بيومها، يعني أتتها العادة
والعادة سر إلهي الله جعله بأن الولد يتربى في الرحم، والرحم إذا وجد فيه الدم يكون هو غذاء المولود، يتغذى الولد من رحم أمه من الدم ويسبح في ذلك الدم، فهو المكان الملائم لحياة الولد. فلما حاضت دل على أنها عندها إمكان الحمل وعندها إمكان الولادة، فلما حاضت انتظرت طهرها، وبعد الطهر تقربت من زوجها فحملت بإذن الله، حملت هذا الحمل بإذن الله عز وجل، وهي لا تدري حملها أيكون ذكرا أم أنثى، لا تدري، ما كان في ذلك الوقت في إيكو يصوروا على الإيكو، ما أنه التصوير في نظري خطأ، إن المرأة إذا بدها صبي وشافت الحمل بنت تنقبض، تنقبض كمان عضلاتها، عضلات الرحم بسبب لها الأمراض والأتعاب، هذا إذا ما أثر على الولادة. خليها لله واللي بيجي من عند الله حلو. فما عرفت حملت، فلما مرت أيام حملها 9 أشهر وآنت أوقات الولادة وأخذها الطلق ولدت أنثى، ولما بشرت بالولادة بعد قيامها أن الذي ولدتيه هو أنثى وليس بذكر، أنت ندرتي أنه يكون ابنك لبيت المقدس فطلعت ابن بنت، فقالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني يا رب خاب أملي فيما نذرت، يا ربي ما استجبت لي دعائي الذي دعوت، خاب رجائي وطلبي الذي أردت أن يكون ولدي خادما لبيتك، فاللي أنا جبته أنثى، أنا طلبت يكون المولود ذكر ليكون خادما لبيت الله، خادما لدين الله، فأنا عما ولدت أنثى، والأنثى لا تصلح لخدمة بيت الله، لأنه بتكون 7 أيام في الشهر أو 10 أيام حسب العادة لا تستطيع فيها الصلاة ولا دخول المسجد، لما بتكون المرأة في حالة العادة لا يجوز لها دخول المسجد ولا الصلاة، فهذه 7 أيام لا تطلع من المسجد، ولحنا أنا نذرت أن تكون لبيت الله، فلا تصلح الأنثى لبيت الله، والله أعلم بما وضعت، الله أعلم بأنه لما سمع نداءها وعلم نيتها وإخلاصها فيما نوت قبل عملها ودعاءها، ولكن الله أعلم بما حملت، أعطاها ابنه لتكون سيدة نساء العالمين، فهي طلبت ولدا ولكن لا تدري ما هو إنتاج الولد في الحياة وما هو إنتاج الأنثى، فلما رأت هذه الأنثى والله أنزل والله أعلم بما وضعت، يعني هذه هبة من الله تعالى، وهبة الله وإن كانت صغيرة فهي عظيمة في الحياة، عطاء العظماء لو كان شيء صغير له قيمة عظيمة، فكيف إذا كان العطاء من الله سبحانه،
الإنسان بيحب شيء والله يريد شيئا. عطاء الله عز وجل ما في عطاء من عطاء الله شيء صغير. عطاك العافية وهي أمر عظيم، عطاك البصر وهو أمر عظيم، عطاك السمع وهو أمر عظيم، خلقك هذا شيء عظيم، هداك إلى الإيمان، هداك إلى التقوى، ألهمك الذكر، كل شيء عظيم، ما في شيء صغير. عطاء الله كله عطاء عظيم. فنظرت هي إلى أن البنت، أي بنت ما بتصلح تقعد بالجامع، فقالت إني وضعتها أنثى، يعني أنا كنت معلقة آمالي ومعلقة رجائي بابن يخدم بيتك، يخدم دينك، يحمل مسؤولية الدين. فأجيت بنت، شو بده يطلع بإيدها تعمل، شو بده يطلع بإيدها تشتغل. لكنها ما علمت ما خبأ الله لها من أسرار بهذه الولادة. شو مخبأ بها البنت ما عرفت. إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. لكن ظهر عليها فتحسرت وقالت وليس الذكر كالأنثى. هذا التحسر، التحسر منها أنه يا ربي البنت مثل الصبي، الصبي شباب قوة وصحة ونشاط وحيوية وحركة وشغل وإنتاج، البنت ما بتحسن، لا عندها القوة ولا عندها النشاط، بدها تعب بالبيت، ما في عندها الحركة. وليس الذكر كالأنثى بينت حسرتها وبينت تأثرها لولادة البنت. وهنا كثير من النساء على هذه الصفة، لما بتجيها البنت تزعل وبتتأثر، في منهم ما بتاكل، في منهم بينشف حليبها من زعلها، انه شلون جابت بنت بدها صبي. فالله عم يعلمنا لا يتعلق قلبك بغير الله، لا تدري أي مولود فيه الخير، ممكن أن يكون الصبي وممكن أن تكون البنت. وهنا الله أعطاها بعد الدعاء أعطاها الأنثى ليعلمنا أن الأنثى أعظم عطاء من الذكر. فضل الله على الأب وعلى الأم بولادة الأنثى وحمل الأنثى وخير الأنثى، هذا إنسان نسيانه، بده صبي من شان يعينه بكبره. ممكن هالبنت تجيب لك أبناء أو أسباط بيسموهن، تجيب أسباط يكونوا أفضل من 50 ولد. فتأثرت وقالت ليس الذكر كالأنثى، أنه هي ضعيفة ما بيطلع بإيدها. ما أنه ورد في الأحاديث عند ولادة المرأة البنت الملائكة تهلل وتكبر وتنزل الخيرات والبركات على البيت الذي يلد فيه البنت، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولدت المرأة بنتا نزلت الملائكة تزف البركة زفة. ما بتعطيها عطاء شوي، كتبت كتب الخير، تزف البركة زفة. تقول ضعيفة خرجت من ضعيف. القيم عليها، يعني بده يقوم بالإنفاق عليها وعنايتها، معان إلى يوم القيامة. وسبق معنا بالأحاديث من كان له بنتان أو أختان فرباهما فأحسن تربيتهما وأدبهما فأحسن تأديبهما كانا كن له سترا من نار جهنم يوم القيامة.
فبنتين أو أختين. المراد البنت لا نستهين بولادتها، خير البنت أكثر من خير الذكر. ممكن البنت تجيب ولاد، ممكن يتزوج الولد يجيب 10 أولاد كلهم يحفظوا القرآن، فالنسل موجود. فالسعيد من وثق بالله واعتمد على الله ولم يتعلق بذكر ولا أنثى، كل هدية من الله سبحانه وتعالى. وليس الذكر كالأنثى، إنه هي شلون بدها تخدم مرأة بالجامع، ما إنه ورد أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة سوداء كانت هي تنظف الجامع، تقوم يعني ترفع القمامة الأوساخ من الجامع، دائما عم تنقي الوصخ من الجامع. ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها: ما مشوفة فلانة يعني عم تنظف الجامع وينها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ماتت. فقال النبي: فهلا آذنتموني؟ ليش ما أعطيتوني خبر أنه توفيت؟ أنه هي إلى كرامة عم تخدم بيت الله. والحديث الوارد: إذا أحب الله عبدا جعله قيم مسجد. إذا الله أحب الإنسان بيجعله خادم لبيت الله. هذا من علامة محبة الله للإنسان. وكل واحد منكم بيحسن يصير خادم جامع، ما شرط خادم الجامع الموظف، خادم الجامع يلي دائما كلما دخل إلى بيت الله بينظف حواليه. شوفون أشياء هون وصخة بينظفهم بإيمهم، هذا اسمه يقوم المسجد وينظف المسجد. فالنبي قال: فهلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. ميتي صلى 3-4 أيام، دلوني على القبر. فدلوها على قبرها، فوقف النبي على قبرها فصلى عليها، يعني شفع النبي لها. صلاة النبي شفاعة، شفع النبي لها بعد الموت لأنها كانت تقم المسجد. هلا بيجي الواحد على الجامع إذا شاف وصخ بينفض أواعيه بالجامع. والحديث الوارد: ما يؤذي العين فهو يؤذي المسجد. شلون الذرة الوصخة بتأذي عينك، هكذا تؤذي المسجد. فلذلك لازم المسلم ينظف إذا جلس، أو يصلك في الجمعة يوم على الجامع لعند الخادم، قل له: أخي الله يخليك، هي 25 ليرة هدية مني، بس خليني أنا كنس الجامع. بيقول لك: لا لا كنس. بيقول لك: كتر خيرة، من غير 25 ليرة بيقول لك كنس. فإذا أعطيته 25 ليرة، وقد ورد: قمامة المسجد مهر الحور العين. نقد الحور العين ما يلتقطه الإنسان من المسجد من الأوساخ. فإذا كنست الجامع وإذا كان جيت قبل العيد أو قبل رمضان قلت: أخي والله بدنا ننظف سجاد الجامع، بدنا ننفضه ونشطف الجامع، واشتغلت بتنظيف الجامع وتغبرت، هذا كم حورية بتاخد؟ ايه ما باين عدوه هنيك. فدائما الانسان ابواب الخير مفتوحة له، فلو شاء الانسان انه يجمع من الخير ما اراد فالخير مفتوح الابواب، يسارع الانسان ما استطاع. وليس الذكر كالانثى، وإني سميتها مريم.
هالفقرتين هدول وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، هدول جملتين معترضتين بين قول الله والله أعلم بما وضعت، وبين قول الله وإني أعيذها بك وذريتها. إني وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. مريم يعني العابدة، معنى مريم يعني العابدة، يعني جعلت اسم بنتي العابدة أو المتعبدة، هي معنى مريم. وإني سميتها مريم يعني من أهل العبادة التي تتقرب إليك بعبادتها وبطاعتها وبذكرها. وهنا إني سميتها مريم، من الذي سمى المولودة؟ أمها. فالتسمية أصلا للأب، أصل التسمية تكون للأب، الأب هو الذي يختار اسم ابنه أو اسم بنته، لكن هون التي اختارت التسمية مين؟ الأم. وهذا جائز شرعا أن تسمي الأم ابنتها ويسمي الأب ولده، فالأم لها حصة كمان في التسمية. ويجوز كذلك تسمية المولود من أول يوم يولد فيه، فيؤخذ إني سميتها بعد الوضع، فسمت الولد هي تولت التسمية ومن أول يوم الولادة. وورد في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه من حديث سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. يعني من أول يوم ولد أعطى الاسم، سماه من أول يوم، وهذا أدب شرعي. وإن كان ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل أيام التسمية اليوم السابع، هذا أفضل أيام التسمية، لكن لو سماه من أول يوم ما في مانع. هلا الولادة بتكون عند الداي أو في المستشفى، بده يعطوه ورقة الولادة، لازم يكون الولد له اسم، فلازم من هي الاسم قبل ما يجي الولد، فلو سميناه من أول يوم فقد أباح الشرع ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما أجى. هذا مأخوذ من قول الله: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، من أول يوم. لذلك دائما منخلي اسم البنت لأمها واسم الصبي لمين؟ لأبوه. وإذا اشترك الزوج والزوجة بيكون هذا أمر جيد حتى ما يقع الخصام. في بعض الأحباب بينه وبين زوجته وصل الخصام إلى الطلاق، هي بدها تسمي لا وهو بده يسمي، لا أنا لا أنت، لح يتخانق ووصلت الأمر إلى الطلاق. ما بدها، خليها تسمي بنتها مثل ما بدها إذا كان الاسم فيه شيء شرعي. أما أن نسمي بأسماء العدو أو بأسماء الأخصام أو بأسماء ما إلها مكانة فهذا غير صحيح. وورد عن أنس رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن طلحة
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد. من نتوة اللي ولد حملوا راح لعند النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهنأ بعيرا له. يهنأ يعني عم بيدهن بعير الجمل مشان ما يجرب، بيدهنوه بالأطران. فالنبي عم يدهن الجمل وأخذ له الولد، فقال النبي: هل معك تمر؟ جايب شي تمر معك؟ فقلت: نعم. فناولته تمره فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها علك حتى تنعم، تصير ناعمة مشان بده يحطها بتم الولد، وإذا حطها بتم الولد مشان ما يكون فيها قشرة تلقى بسبب تحلقه تخنقه بدها تكون ناعمة. فمضغها صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ من فيه، أخذ شعفة تمرة ممضوغة من تمه صلى الله عليه وسلم، فجعلها في الصبي بتم الولد، وحنكه به. حنكه يعني حط له اياه بحنكه، وسماه عبد الله. فهي اللي تسمى في الاسلام التحنيك، والحنك ابنه يعني اخذه لرجل صالح فمضغ جزءا من تمره وحط بتمه. شو السر في ذلك؟ هذا حكم شرعي، كثير من الناس غاب عنه هذا الحكم. السر في ذلك أن هذا المولود لسه ما دخل له إلى جوفه شيء من آثار الطعام، لا الحليب ولا غير الحليب. أول شيء دخل إلى جوفه ريق رسول الله، وريق رسول الله ريق طاهر، ريق نوراني. فبسر هذا الريق الله عز وجل ينشئ الولد على حفظ القرآن وحفظ حديث رسول الله والكلام الطيب. ما رأيت أحدا حنك بالتحنيك الشرعية ثم رأيت في لسانه ذربا، ما بيتكلم كلام ناقص أبدا، إلا بتطلع أخلاقه فاضلة وكلامه كلام طيب. فهي التحنيكة الولد بأول ولادته. في واحد بيجيب الولد بعد 3 أشهر والله بدنا نحنك الولد، إيه راحت وقت التحنيكة، هلا صار بدنا نحنكك إلك، لأنه وقت التحنيكة راحت. هذا لازم يكون أول ما يدخل إلى جوف الغلام ريق النبي عليه الصلاة والسلام أو ريق الصالح. فبيأخذ شعفة التمرة بيمضغها حتى تنعم كثير وتختلط بلعاب الصالح، ثم بيأخذها وبيحطها بحنك الولد الصغير، فبيصير الولد بيتلمض. مرة جابوا له ولد للنبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الأنصار، فمضغ له تمرة وحط بتمه، فصار الولد يمص التمرة يمضغها. النبي قال: انظروا إلى الأنصار كيف حبهم للتمر، شلون بيحبوا أكل التمر من ظهره، عم يأكل عم يمص التمرة صلى الله عليه وسلم. هي التحنيكة اسمها سنة شرعية. وكذلك في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد. حين ولد مجرد ما ينزل نلفه، أنا هيك فعلت محمد الله يرضى عليه
حنكو شيخنا أول يوم وليد فورا لفيته ودغري لعند الشيخ بساعتها قال لي ابني قلت له هلا نزل هلا قال لي ابني من التنور لهون دغري طول بالك عليه شوي لكن هذه السنة فمضغ التمرة وحنكو حنكو فيها فهي محمد تعرفوا هي بركة تحنيك الصالحين للغلام والحمد لله على فضل الله يظهر فيه أثر التقوى والصلاح والإيمان والهداية والحمد لله على ذلك الفضل فحملوا أجمل الولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه حط إيده تحت منه وحطه على فخذه وأبو سعيد جالس فقال النبي ما اسمه شو سميته قال فلان أعطي اسم فقال النبي لا هذا اسم ما بيوافق ولكن اسمه المنذر سماه المنذر صلى الله عليه وسلم ثم حنكه عليه الصلاة والسلام عرفنا التحنيكة شو هي التحنيكة للكبار ولا للصغار يلا في كبار عم يجوا بدهم يتحنكوا فالله عز وجل يا ابني يكرمنا بالذرية الصالحة وورد في حديث رسول الله كمان في الصحاح كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى هي كمان سنة للمولود إذا ولد للرجل مولودا ذكر السنة أن يذبح له ولد أن يذبح له شاتين يعني خاروفين وإذا ولدت بنت نذبح لها خاروف واحد الخاروفين يقال لهم عقيقة هاي العقيقة كل مولود كل غلام رهين يعني مرهون مرهون والرهن ما بينفك إلا بإيش إلا بالعقيقة فإذا كان الأب ما ذابح لابنه عقيقة هي أمانة في عنقه إلى أن يموت بده يذبح له خاروفين للولد مرهون رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة لما بصير الولد عمره سبعة أيام نذبح العقيقة ومنلوت جبين الولد بدم بنقطة الدم بياخذ نقطة الدم بالإبهام الشاهدة وبيحط له اياها على جبهته تفاؤلا بأن الله عز وجل أن يحمي الولد بحمايته من كل ضرر أو أذى ثم العقيقة لها كذلك من أسرارها العقيقة إذا ذبحت من السنة أن لا يكسر لها عظم لا عظم الرياش ولا فقرات الظهر تذبح ومنحطها إذا ما فكفكناها في التفكيك منحطها بالطنجرة ومنطبخها ومنرد عليها شوية قمح شو بتصير شو بيسموها هريسة ومندعي الأهل عليها هي العقيقة كلهم بياكلوا من هالولد وكلهم يباركه ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم بارك بارك فيه واجعله من الصالحين كلهم بيدعوا له كل الأهل بيدعوا له هذه العقيقة التي طلب الإسلام أن تذبح مزدوجة للذكر ومفردة للأنثى صلى الله عليه وسلم قد تذبح عنه
يوم سابعة ويحلق، رأس الولد يحلق ذكرا أو أنثى. هذا يوم السبعة، يعني هذا شعر البطن إذا حلقناه من زينه ومن طالع تقله ذهب أو فضة من وزعه في سبيل الله، يوزع على الفقراء. محمد يوميتا أنا وزنت له شعراته، طلع وزنه 35 ليرة فضة. هلا بتذكر 35 ليرة فضة طلعت له ياهم فضة من زينهم، وقديش طلع كم مثقال بوزن بثمن مساقيل من طالع المال. هذا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق شعر المولود مشان تقوى بصلة الشعر، بيطلع الشعر بكثرة، وثانيا بيطول ليصلع. الحمد لله الله يتمم بالخير. هي الحكم الشرعي في العقيقة، كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى. هذا من قول الله وإني سميتها مريم. إذا مع التسمية في أحكام تشريعية بدنا نطبقها. ممكن الأب يكون ما عنده استعداد يذبح له خروف أو خروفين، ما في استعداد، فقير ضيق، فنقول هذه أمانة الابن مرتبط فيها ومرهون فيها حتى يذبح عنه. فإذا كان بتعرف أنه أبوك ما ذبح عنك فأنت بتحسن تذبح عن نفسك. متى ما صار معك 5000 ليرة تشتري خروف وبتذبحه بنية العقيقة عن نفسك، والعقيقة من أسرارها. ليش قلنا ما بينكسر لعظم؟ إذانا بسلامة الولد. ورد أن الله يسلم بكل عضو منها عضوا من هذا الغلام. فإذا كان إيديه ورجليه وليه صدره، الله بيسلمه مثل ما سلمت هذه العقيقة. الله يرزقنا فقه القرآن. وإني سميتها مريم، بعد ما سمتها بعد الولادة ما اكتفت بالتسمية. هذا درس اليوم في الولادة، إنه شلون بدنا نعامل الأولاد. نشوف إنه أكترنا ما له عرفان الأحكام الشرعية في الولادة، لا الأم فهمانتها ولا الأب عرفانها، بس إنه والله إجا ولد وسواله كراوية وما شاء الله في أحكام. فبعد الولادة قالت وإني أعيذها بك. أعيذها يعني يا رب أنا بجعلها حماية عندك، حميلي إياها من الشر، حميلي إياها من الفساد، حميلي إياها من الضلال، حميها من الشقاء. إني أعيذها بك، يعني أجيرها بحفظك وأكلاؤها برعايتك وبعنايتك. فيا ربي أنت حميلي إياها بحمايتك، وأنت احفظ لي إياها بعنايتك. من إيش؟ قال وإني أعيذها بك، ما بس إلى، قال وذريتها. وهذا تفاؤل حسن من حنة، تفاءلت أن تكبر هذه البنت وتتزوج وتأتيها الذرية، تكبر بجيها الذرية. فطلبت من الله أن يحفظ هذه المولودة وذريتها من بعدها من الشيطان، من الشيطان الرجيم، يعني من وساوس الشيطان وإغواء الشيطان وإضلال الشيطان. والرجيم المرجوم يعني المطرود من رحمة الله، يعني
ابعدها عن كل ما يبعدها عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا كذلك أحكام شرعية: إعاذة الوالد لأولاده وإعاذة الأم لأولادها. السنة عند الولادة أن يؤخذ الولد في ساعة الولادة فيؤذن له في الأذن اليمنى وتقام الصلاة في الأذن اليسرى ليكون أول شيء يطرق سمع الولد الله أكبر. أول ما يطرق سمع المولود الله أكبر، هذا من السنة. ثم بعد أن نؤذن نقرأ للولد أو للمولود آية الكرسي والمعوذات. آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثم نعيذها كما النبي عوذ الحسن والحسين: أعيذك بالأحد الواحد من شر كل حاسد. أعيذك بالأحد الواحد من شر كل حاسد. وهناك أدعية لح كتبكم ياها. هذا ما يجب علينا نحو الولد. فإذا كان الإنسان إجا الولد لا بيعرف يأذن له ولا أبوه موجود ليأذن له وماشي الشارع كله، لذلك عم نشوف الأولاد عم يطلع فيها بعض المخالفات الشرعية. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا الشيطان يمسه، في رواية يمسه حين يولد، في رواية يطعنه حين يولد، بيطعن فيه بإصبعته. ما من مولود إلا الشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا. لذلك الولد أول ما بيجي ما نشوف الله ما 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 شو صار، شو ليش عم تبكي؟ ما حدا لا ضربه ولا ما ضربته بس الشيطان نغزه. ما في مولود بيلد إلا الشيطان بينغزه هالنغزة فبيستهل صارخا. قال: إلا مريم وابنها. مريم لما ولدت الشيطان ما حسن يقدم، لأنه أمها جعلتها حماية عند الله: وإني أعيذها بك وذريتها. فالله حمى الأم وحمى ابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي رواية ثانية للإمام البخاري، وهذا حديث كمان رواه البخاري، كمان رواية ثانية قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعيه. أصبعتين بينغزوا على اليمين وعلى الشمال حين يولد. بيصرخ الولد: غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. يعني سيدنا عيسى ولد بكيس، ولد بكيس، لما طعن إذا طعن وين؟ بالكيس، ما صابت سيدنا عيسى فحفظه الله تعالى. فهنا في الاستهلال، استهلال المولود، هذا بيتعلق عليه بعض الأحكام الشرعية. المولود إذا صرخ متى ما نزل من بطن الأم وقال وا صرخ ولو صوت واحد، هذا المولود صار يسمى. وإذا مات بعد منها يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث، يرث
ويورث. يعني لو الولد ولدت الأم وصرخ الولد ومات، وبعد ساعة مات أبوه، فهذا الولد بيرث من أبوه وبيرثوا منه أخواته، هذا إذا صرخ. أما إذا نزل الولد ولم يصرخ أبدا فلا يرث ولا يورث، يغسل ويكفن ويصلى عليه لكن لا يرث ولا يورث. فإذا هالصوت هذا دليل على أن فيه حياة، وإذا وجدت الحياة وجد الميراث، فله حق في الميراث من أمه أو من أبيه. لو ولدت الأم وماتت فهالولد بيرث من مين؟ من أمه، فإذا هو كمان بعد يوم أو يومين مات بيرثوا منه. هذا بالنسبة لي صراخ الولد إذا ولد. وإني أعيذها بك وذريتها، فهذه الاستعاذة يجب على الوالدين أن يعرفوا. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هكذا عوذ النبي سيدنا الحسن والحسين. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من الشياطين والهوام يعني الحشرات الأرضية، أم 44 والعقرب والحية، هي كلها شو اسمها؟ هوام. فكمان نحميك بالله من هذه الهوام فلا تؤثر عليه واحد. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العين اللامة يعني العين اللي بتصيب، والعين حق، ممكن يصاب الولد بالعين، ممكن أمه تصيبه بعينها، ممكن أبوه يصيبه بعينه. العين الصيابة حق، قال النبي فيها العين حق تجعل الرجل في القبر والجمل في القدر. وفي رواية لو كان شيء سابق القدر لقلت بأنه العين، لو في شيء يسبق القدر لكان النظرة بالعين تسبق القدر. فالعين حق، فحتى ما يصاب بالعين بدنا نعوذه بهذه التعويذة عند الولادة. ثم نقول أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونقرأ له آية الكرسي والمعوذات حتى يحصنه الله من كل ما يؤذيه في حياته الدنيا حتى يكبر. هذا من حقوق الابن والبنت على الأب وعلى الأم. بالطبع الأم لما بتلد ما عندها استطاعة أن تقرأ القرآن على ولدها أو على ابنتها، أنه بتكون نفسة، والنفسة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. فهي مهمة الأب أن يقرأ القرآن لولده أو لابنته. فإذا كان زعلان وقالوا له اجيت بنتك وترك البيت وهرب، مين بده يقرأ للبنت؟ فلذلك أي امرأة طاهرة أو أي إنسان وجد في البيت له أن يقرأ القرآن على هذا المولود لنحميه من شر الشيطان ومن شر وساوسه. وورد كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل وليد الشيطان نائل منه،
يعني إلا يأخذ منه. كل وليد الشيطان نائل منه تلك الطعنة. كل مولود بيطعنوا بها الطعنة هي. ولها يستهل المولود صارخا، من شان الطعنة هي بيصرخ الولد وبيرفع صوته. إلا ما كان من مريم وابنها فإن أمها حين وضعتها قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فضرب دونها حجاب فطعن فيه. اجي عليه كمان كيس، فلما طعن طعن بالكيس ولم يطعن السيدة مريم صلوات الله وسلامه عليها وعلى جميع النبيين والمرسلين. هنا لكن في نقطة رح انبهكم عليها. بعض الناس بيظن انه نخسة الشيطان هي اللي سببت ضلال المولود، انه هذا المولود اللي حيصير من اهل الضلال لانه الشيطان نغزه، وهذا الولد صار ممسوس من الجن، مسه الجن صار بده. هذا الظن باطل ولا يجوز. الشيطان لا يملك من الإضلال شيء، لا يملك الشيطان من الإضلال شيئا أبدا، إنما له الوساوس يوسوس ويزين، أما أن يضل فلا يمكن له أن يضل أحدا. فإذا مسه الشيطان هذا المس جعل الإسلام منه خير، يصرخ الولد فنعلم أن الولد حي وأنه له أن يرث وله أن يورث. أما لو قلنا أن الشيطان هذا مسه وطلع شخي من الأكلام، الشيطان مس جميع الخلق، فصدر منهم الصالحون ومنهم الأتقياء ومنهم المؤمنون ومنهم الخاشعون ومنهم في كتار. فلو كان كل مس الشيطان بدي يضل كان الضالين لازم يكونوا أكثر من الصالحين. فلذلك هذا المعنى خطأ، أن الإنسان يظن أن مس الشيطان هو الذي يضل. وهناك بعض الناس بيقول هذا مس الشيطان صار فاقد العقل أو مجنون، هذا من مس الشيطان. مس الشيطان لا يمس الشيطان إلا ضعيف العقل أو ضعيف الإيمان. أما صاحب عقل الشيطان لا يؤثر فيه، صاحب إيمان الشيطان لا يؤثر فيه. فما دام الإنسان يعقل بأن الله عز وجل حاضر معه فهذا لا يتأثر مطلقا ولو كانت الدنيا ممتلئة بالشياطين. فهي لازم ننتبه لها، لقول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فيلي بتقرب إلى الله وبيصل العبادة فالشيطان لا يؤثر فيه بالطغيان. وقد ورد في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. كل واحد فينا له رفيق من الجن ورفيق من الملائكة مقترنين معك، هذول ما بيفارقوك إلى أن تموت. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه ربنا ما أطغيته. فالشيطان بيقول أنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه
الملك هذا ما لدي عتيد، هي أعماله كلها. فقرينين من الملك وقرين واحد من الملك واحد من الجن. قالوا وإياك، يعني وأنت كمان يا رسول الله لك قرينين. قال وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يعني القرين من الشياطين إما أسلم فلم يكن له ضلال، وإما أن أسلم منه. فأسلم يعني أسلم منه، ما بيأثر عليه. قال فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فإذا هنا يؤخذ من هذه الآية أن على كل أم حامل، كل أم حملت بولدها، أن تعيذ ولدها بالله، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا إذا عوذنا الولد من الشيطان، من الإنس والجن، فهنا لعل الله عز وجل أن يكرمنا بالولد الصالح الذي يحمل الهداية ونور الله، ويكون بركة لنفسه ولأمته. وهنا لا نستهين بدعاء الوالد والوالدة في الصغر. الوالد لما بيدعي لولده وهو صغير، أو الوالدة لما بتدعي لابنها وهو صغير، يجب أن لا نستهين بهذا الدعاء. هذا دعاء لا يرد، دعاء مقبول من الأم لولدها وهو صغير، ومن الأب لولده وهو صغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، سواء كانت بالخير أم بالشر، الدعاء لا يرد. لذلك على الوالد أن يدعو لأولاده دائما بالهداية، بالصلاح، بالتقوى. وكذلك الأم كل ما أرضعت ابنها تدعي له: الله يجعلهم يسروا فيك هداية، يسروا فيك نور، الله يجعل الحليبات إلك سعادة، يجعلن إلك إن شاء الله نور وهداية. فدعاء الوالدة والوالد، دعوة الوالد على ولده، في رواية لولده، دعوة الوالد لولده. فأي دعوة من الطفولة لا ترد. وأوصيكم يا أحبابي، احذروا ما استطعتم من دعاء الوالدين. إياك تخلي والدك أو والدتك يغضبوا ويدعوا عليك دعوة. ممكن أنت ما أنه هذا دعوة، والدعوة ما لها قيمة. لا يا أبي، تصعد دعوة الوالدين وليس بينها وبين الله حجاب. فيمكن أن يكون شقاء الولد بدعوة من دعواتهم، إلا بالطبع إذا كان الولد قد أدى حق الوالدين، لكن الوالد أخلاقه شرسي أو الأم أخلاقها ناقصة، أدينا لهم حق خدمناهم لكن كل ما لهم بيدعوا. فهذا وما دعاء الظالمين أو الكافرين إلا في ضلال. دعاءهم هؤلاء ليس لهم مكان، لأنهم خالفوا شرع الله. أما الأب الذي يؤدي لولده حقه ويدعو له، فالدعاء مستجاب. دعوة الوالد لولده أو على ولده، ودعوة المسافر كذلك دعاؤه لا يرد ما دام في سفره. وأنا دعيت لكم لما كنت قريب على السماء، كنت بالسماء دعيت لكم، طلعت على السماء بسفرتي،
لما كنا بالطيارة تذكرت الدرس وتذكرت ودعيت لكم وأنا في الطائرة إن شاء الله يجعلها الله قريبا. هذا دعوة المسافر ودعوة المظلوم، هذول الثلاثة الله لا يرد لهم دعوة. وفي حديث آخر دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. وإن كان في الحديث هذا الحديث يؤخذ به للترغيب لعل أن يكون فيه شيء من ضعف، أما يؤخذ فيه للترغيب دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ستنا مريم، ست حنة ولدت مريم ودعت هذا الدعاء، وأنا هلأ حامل فيكم ونحا تصير الولادة ما حمل أنتم كمان هلأ حمل للهداية. أعيذكم بالله الواحد الأحد من شر كل ضلال وفتنة، أعيذكم بالله الواحد الأحد من كل شقاء وضلال، أعيذكم بالله الواحد الأحد من كل زلة وفتنة. اللهم اجعل من جالسنا ومن صاحبنا ومن أحبنا اجعلهم من عبادك الصالحين، واجمعهم معنا يوم القيامة تحت لواء سيد المرسلين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أن تنور بصائر من جالسنا، وأن تغفر لهم ذنوبهم، وتقضي لهم حوائجهم، وتفي عنهم ديونهم، وتنيلهم لكل واحد مراده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إلا الله، لا إله 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 إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وسابقة إلى قبورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا مغفرة عامة شاملة، وألهم رئيسنا العمل بكتابك والأخذ بسنة نبيك. اللهم وفقه لما فيه الرشد، وجنبه الزلل بجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يجبر بخاطر أخينا الدكتور محمد عبد الرحيم، كل مدة بيطالعنا بكتاب
لكن الكتب النادرة وأندر النادر، فكأنه يحيي تراث هذه الأمة، جزاه الله عن أمة نبيه أفضل الجزاء. الدكتور محمد عبد الرحيم من أفاضل المؤمنين ومن أفاضل الكتاب، محقق 4 كتب للإمام السيوطي، والإمام السيوطي يكفيه فخراً وعزاً أنه الإمام السيوطي. إذا رأينا كتاب له بناخذه على عماها، لأنه من كبار علماء المسلمين رضوان الله عليهم. فواحد أحاسن الاقتباس في محاسن الاقتناس، أسماع البقاع والجبال في القرآن الكريم، ريح النسرين في من بلغ من الصحابة 120 سنة، قطف الصمر في موافقات عمر رضي الله عنه، وكتاب عن زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وكتاب هذا لأول مرة أنا بشوفه، المنتسبون إلى أمهاتهم. في بعض الرجال العادة النسبة بتكون للأب، فلان ابن ابن فلان، أما هدول اللي انتسبوا للأم نسبتهم لأم، محمد ابن أم شيبان، محمد ابن الحنفية. مين هذا محمد ابن الحنفية؟